ان شاء الله يا شباب النهارده هناخد شابتر خمسة اللي احنا بنتكلم فيه عن الميجرنج انسترومنتس. المره اللي فاتت اتكلمنا عن التمبريتشر، النهارده هناخد البريشر ميجرنج انسترومنتس. ايه هي بقى الموضوعات اللي المفروض هنتكلم فيها في المحاضره النهارده؟ احنا هناخد اول حاجه البيزك كونسبتس للبريشر، نعرف يعني ايه هو البريشر، وحدات قياسه. حاجه ثانيه هنتكلم عن الميجرنج انسترومنتس الخاصه بالبريشر، واللي هي بتنقسم عندي لحاجتين برضه زي ما اتكلمنا ان في التمبريتشر ميجرمنتس. قلنا ان في عندي اجهزه ميكانيكيه بتقيس درجه الحراره واجهزه كهربائيه. هنا برضه في البريشر في عندي اجهزه ميكانيكيه، يعني الميكانيكال ميثود، ودي هناخد فيها الديد ويت تيستر، المانوميتر ميثود، والالاستيك بريشر ترانسديوسر. الالاستيك بريشر ترانسديوسر في منها ثلاث انواع: البوردن تيوب والدايجرام والبلاوز. النوع الثاني بقى اللي هو مش ميكانيكال، اللي هو الالكتريكال، او اللي بنستخدم فيه الطرق الكهربيه، او من الجهاز اللي عندي بيعتمد على الطريقه الكهربيه. في عندي بقى ايه؟ السترينج جيج بريشر ترانسديوسر، والبوتنشيومتر بريشر ترانسديوسر، والكاباستيف بريشر ترانسديوسر، والريزونانت واير بريشر ترانسديوسر، والبيزو الكتريك بريشر ترانسديوسر. دي كلها الانواع او الاجهزه اللي بتشتغل عن طريق الالكتريكال ميثود عشان تحدد لي قيمه الضغط اللي موجود عندي. طيب تعالى الاول نعرف يعني ايه الضغط. واحنا كلنا عارفين ان الضغط هو عباره عن القوه اللي بتاثر عموديا على ايه؟ على المساحه، صح؟ ان كانت المساحه ديت بقى سيرفيس، ان كانت المساحه ديت جاز، ان كانت المساحه ديت ليكويد، ايا ما كانت المساحه فهو عباره عن القوه اللي بتاثر عموديا على المساحه. تمام؟ ده اللي هو كان تعريف الضغط اللي موجود عندي. طب الضغط بقى احنا كنا بنقيسه بايه؟ المفروض ان انا عندي نيوتن على المتر مربع، تمام؟ او اللي هي بتعادل الباسكال، او الوحده الثانيه اللي هي عندي الاتموسفير، او البار، او التور، او البي اس ار. دي كلها وحدات انا بستخدمها او بعين بيها قيمه الضغط اللي موجود عندي. الواحد بار اللي هو بيعادل 10 اس 5 باسكال، الواحد اتموسفير اللي هو 101 و325 من 1000 كيلو باسكال، او 101325 باسكال اللي هو بتعادل 760 تور، وهنعرف الكلام ده بعد شويه ليه. الواحد تور عندي اللي هو بيعادل 1 ملم اتش جي اللي هو 133 و32 من 100 باسكال، وعندي برضه الواحد بي اس اي اللي هو بيعادل 6894 و176 من 100 باسكال. طبعا وحده التور ديت طبعا او تورشلي زي ما احنا بنقول نجدة عن واحد او الفيزيائي الايطالي اللي هو اختار اللي هو ايفانجليستا تورشلي. تمام؟ حد سمع قبل كده عن ايفانجليستا تورشلي؟ ها؟ ها؟ او هو ايفانجليستا تورشلي اهو قدامك اهو، اللي هو المفروض ان هو فيزيائي ايطالي اللي هو اخترع اصلا او اللي اكتشف وحده الضوء، وهنعرف اكتشفه ازاي بعد شويه. طيب نيجي بقى للبريشر مينت سكيل. زي ما قلنا ان في سكيل بالنسبه لي التمبريتشر المره اللي فاتت، السكيل بتاع التمبريتشر كان ايه؟ بالظبط كده. في عندي حاجه اسمها سكيل للبريشر، تمام؟ اللي انا عايزك تعرفه ان كل مكان او كل بوينت انت بتقيس فيها الضغط، او كل مستوى انت بتقيس فيه الضغط، انا عندي في ثلاث مستويات للضغط، تمام؟ في اي مكان بقى، في اي بوزيشنز انت بتقيس في الضغط، في عندك ثلاث مستويات. ايه هما الثلاث مستويات دول؟ اول حاجه خالص هو الزيرو بريشر، ان الضغط يكون في المكان ده زيرو، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اثنين اللي هو الاتموسفيريك بريشر، ده المستوى الثاني اللي هو الضغط اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. انا عندي المستوى الاولاني ان الضغط في المكان يكون بيساوي ايه؟ زيرو. الحاجه الثانيه الضغط في المستوى الثاني ان الضغط اللي عندي بيكون ايه؟ اللي هو ضغط الجو. الحاجه الثالثه بقى اللي هو البريشر اللي هو اعلى من الضغط الجوي، والحاله ديت بسميها جيج بريشر.
جيتش بريشر ليه؟ بسميه جيتش بريشر ليه؟ عشان خاطر المفروض العدادات الضغط اللي انت شايفه قدامك في الصوره دي اللي موجوده كلها في السوق، في السوق اللي موجود معايا كلها بيعمل لها كاليبريشن بحيث ان هي تقيس درجه زيرو عند الضغط الجوي. كل العدادات اللي انت شايفها قدامك دي زي ما هي قاليه كده صفر، قاليه صفر ليه؟ لانها موجوده عند الضغط الجوي، هو عامل لها كاليبريشن بكده. تمام؟ اي قيمه بيتحرك بيها البوينتر ده فوق الصفر بيقيسها، دي بنسميها الجيتج بريشر، لو ضغط اعلى من الضغط الجوي. تمام؟ طيب ما انا كده المستوى الاولاني اللي هو الزيرو، المستوى الثاني اللي هو الاتموسفير بريشر والضغط الجوي اللي احنا عايشين فيه، بعد كده اعلى قيمه او اي قيمه اعلى من الضغط الجوي دي بنسميها الجيتج بريشر طبقا لقراءه العداد اللي موجود معانا. مجموع الاتموسفير بريشر اللي احنا شايفينه ده من عند الزيرو لحد ما نطلع الاتموسفير بريشر زائد الجيتج بريشر ده بنسميه الابسوليوت بريشر، اللي هو بنسميه الضغط المطلق. وانا لما اجي اقول لك الابسولوت بريشر ايه هو؟ هو عباره عن حصر مجموع الاتموسفيريك بريشر زائد الجيتج بريشر، بشرط ان الجيتج بريشر اللي بيقرا ده بيقرا لي فوق الضغط الجوي، اللي هو فوق الاتموسفيريك بريشر اللي موجود معايا. طب في حاجه عندي تاني، لو عندي بقى لو لاحظنا تحت هتلاحظ ايه؟ ان عندك لو عندي العداد ده بيقيس حاجه اسمها الفاكيوم. ايه هو الفاكيوم؟ هو اي ضغط اقل من الضغط الجوي. اي ضغط اقل من الضغط الجوي اسمه ضغط التفريغ او ضغط ايه؟ الفاكيوم. وبرضه في عدادات المفروض ان هي بتقيس لك الضغط الجوي ولو اقل من الضغط الجوي. تمام؟ طيب ليجي بقى لو انت عندك عداد بيقيس لك المفروض ان هو الفاكيوم بريشر اللي موجود معاك ده، فانت هتلاحظ هتلاحظ ان انا عندي البي ابسوليوت هي البي دايما المقاسه من عند الزيرو. وفي الحاله ده في الحاله دي لو كان البي ابسوليوت اللي انت قايسها اقل من الضغط الجوي، دي معناه الابسوليوت او البي ابسوليوت وجنبها كده بكتب فاكيوم بتاع التفريغ. انما لو كان عندي البي ابسوليوت اعلى من الضغط الجوي فبسميها البي ابسوليوت وجنبها كده ايه؟ جيتش. انا عندي في حاجتين من الابسوليوت، في بي ابسوليوت جيتش وفي ابسوليوت ايه؟ الفاكيوم. البي ابسوليوت الفاكيوم اللي هي اقل من الضغط الجوي، انما البي ابسوليوت جيتش اللي هي اعلى من ايه؟ ضغط الجو. وفي الحاله دي هنلاحظ ان البي اتموسفير اللي هو الاتموسفيريك بريشر هيساوي مجموع الفاكيوم بريشر اللي هو البي فاكيوم ناقص البي ابسوليوت، او البي فاكيوم زائد البي ابسوليوت، بحيث ان البي اللي انت شايفه البي فاكيوم هيساوي البي اتموسفير ناقص مين؟ والبي جيج المفروض ان هو بيساوي البي ابسوليوت ناقص البي اتموسفير، او البي ابسوليوت اللي هي موجوده عندي دي بتساوي مجموع البي جيج زائد البي اتموسفير. ده اللي هو بالنسبه لي تعريف ايه هو الجيتش بريشر او الابسوليوت بريشر او الفاكيوم بريشرز اللي موجود معايا. الحاجه الثالثه بقى، في عندك الديفرنشال بريشر اللي هو ايه بقى؟ فرق الضغط. فرق الضغط هو الضغط اللي انت بتقيسه، يعني ايه؟ بمعنى صح هو الفرق ما بين اي كونتين انت بتقيسه، ما بين الضغط الجوي والضغط اللي موجود في الضغط اللي موجود مثلا في اي بايب انت بتقيسه، او الضغط اللي موجود في الاطار العربيه والضغط الجوي. ده اي كان بنسميه الديفرنشال بريشر. اي ديفرنشال بريشر بنقيسه ما بين مكانين او ما بين تو سيستمز، ده بنسميه بان عندي اللي هو الديفرنشال بريشر، يعني زي مثلا الفرق ما بين الضغط اعلى الضغط الجوي والضغط اللي هو المفروض اقل من الضغط الجوي. طبعا كده عرفنا ايه هو الضغط وايه هي التسعين بتاعه. تعالى بقى نتكلم على قياس الضغط اللي موجود معايا. زي ما احنا قلنا ان انا عندي في ميكانيكال بريشر ترانسديوسر، دي اول حاجه احنا المفروض احنا قلنا ان نقيس الضغط يا اما بالكهرباء يا اما عن طريق الميكانيكا. تمام؟ طيب الجزء الميكانيكي اللي معايا زي ما قلنا في عندي الديد ويت تيستر، المانومتر او المانومتر، بعد كده الفاكيوم ميجرنج ديفايس، بعد كده الاستيك بريشر ترانسدوسر وهي فيها بوردن تيوب ودايفرام والبلاوز. دي اللي هي كلها اجهزه بتشتغل بالطريقه المشروعيه. الفائده الاساسيه بتاعتها ان هي بتحول لي البريشر سيجنال، اي اشاره للضغط بتحول عندي لميكانيكال سيجنال. الميكانيكال سيجنال ديت بتبدا بعد كده تحول لي او تحرك لي البوينتر او المؤشر بتاع عداد الضغط زي ما هنعرف بعد شويه. اول حاجه معايا قبل ما ابدا فيها عندي ايه هو البارومتر. طبعا طريقه البارومتر ديت او ازاي العالم اللي احنا قلنا عليه فانجليستا توشي
هو اكتشف الضغط الجوي ازاي؟ مع التجربه دي شغلتها قبل كده صح؟ ثانيه ثانوي اللي هو اللي جبنا المفروض اللي ايه بقى؟ انبوب وبعد كده حطيناه داخل كونتينر، الكونتينر ده المفروض ان هو فيه ايه؟ زئبق صح؟ بعد كده حطينا البايب او الموجوده معايا بدانا ان احنا نغمرها داخل الزئبق، فبدا ان الزئبق ده يرتفع داخل مين؟ داخل الانبوبه صح؟ واحنا خدنا مبدا الاساس ان الضغط عند نفس المستوى التساوي صح؟ اذا فالضغط عند النقطه اللي هي جوه البايب اللي احنا شايفينها باللون الاحمر دي المفروض بيساوي الضغط هنا اللي هو بيعادل الضغط الجوي صح ولا غلط؟ اذا فالضغط عند النقطة اللي احنا شايفينها باللون الاحمر دي بيساوي وزن السائل اللي موجود فيها بالاضافة لو في ضغوط موجودة فوق الفراغ اللي احنا شايفينه ده، يبقى الضغط عند النقطة سي زائد الضغط عند النقطة بي المفروض ان هو يعادل الضغط عند مين؟ اللي هو الاتموسفيريك بريشر صح؟ وبما ان الضغط اللي بتاع الزئبق معدل التدخين بتاع الزئبق اللي موجود عندي بيكون ايه؟ قليل، فالضغط في الفراغ اللي احنا شايفينه فوق ده المفروض ان هو يعادل زيرو، اذا فالضغط عند الضغط الجوي هيساوي المفروض ان هي بي سي زائد الرو في الجي بي اتش، الكلام ده بيساوي بي اتموسفير، وبان ضغط التدخين بتاع الزئبق بيكون قليل فعشان كده ممكن احنا نحسبه بزيرو، اذا فالبي اتموسفير هيساوي الرو جي اتش. يبقى جريس الروش اكتشف ايه بقى؟ اكتشف ان ارتفاع السائل او الزئبق داخل البايب ديت ارتفع لكام؟ ل 76 سنتيمتر ايه بقى؟ اتش جي، قال هو يعادل 760 ملم ايه؟ وبناء عليه قلنا ان واحد التورش بيساوي كام؟ ايوه بالظبط كده، المشكله اللي احنا قلناها في الاول، ليه يبقى جريس التورش دي اكتشف حوار التور اللي هو موجود معاه؟ طبعا لما نيجي نحسب بالمبدا ده هنلاقي ان البي اتموسفير طلع معاك 101325 كيلو باسكال او كيلو نيوتن على المتر مربع. طبعا هنا بيوضح لك الفرق في ليه؟ انت مهما غيرت في القطر بتاع البايب اللي معاك او الدور بتاعها هو الارتفاع اللي معاك هيكون واحد، بس بشرط ما تقلبش القطر قوي. ليه ما عشان ما نجيبش الايفكت او تاثير ظاهره السيرفس تنشن اللي موجوده معايا. تمام الكلام ده خدته في الفيديو المفروض يعني. طيب تعالى بقى نتكلم عن اول نوع معايا بيشتغل بالميكانيكال وهو الديد ويست تيستر. الديد ويست تيستر يا شباب انا بديت ما بقيس بيه الضغط. هو في ايه كده؟ انا بعمل بيه عمليه كاليبريشن في الغالب بعمل بيه عمليه كاليبريشن لعدادات الضغط. ليه؟ لان هو شغال بمبدا واحد. ايه هو؟ ان الفورس او البريشر بيساوي الفورس على مين؟ على الاريا صح؟ حلو. انا بعمل ايه بقى؟ انا عندي بيستم، البيستم ده معروف الاريا بتاعته تمام؟ تيجي انت بقى بالاوزان بتاعتك، اوزان بتاعتك تجيب كيلو 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو تمام؟ تحطهم فوق البيستم اللي موجود معاك ده وانت عارف مين؟ الاريا صح؟ يبقى انت عندك هنا الوزن اللي هو الوزن بيعادل الفورس اللي بتاثر بيها بالاضافه للاريا، يبقى الفورس على الوزن بيديك مين؟ بيديك ايه؟ بيديك ضغط، الضغط ده اللي كده عارف قيمته، صح ولا انا غلطان؟ صح؟ لو الضغط ده طلع لك بقى من الحركه اللي انت عملتها دي، انت على سبيل المثال طلع 100، لو العداد عارف معاك 100 اللي انت مركبه على الجهاز ده عشان تعمله كاليبريشن، يبقى اذا العداد ده الاكيوز بتاعك كام؟ ها؟ انت طلع لك من الوزن ده الضغط اللي طلع لك من الوزن ده اللي انت حسبته طلع 100، لو العداد اقل من 100 يبقى الاكيوريسي كام؟ 100 صح؟ طلع اقل من كده المفروض بقى نعدل الاكيوريسي بتاعت العداد اللي معاك. اذا فهمنا الفايده الاساسيه من الديد ويت تيستر صح؟ يبقى اهم حاجه بالنسبه للديد ويت تيستر معايا ان انا بستخدمه عشان خاطر ان انا زي ما احنا شفنا ده البيستم المفروض بتاثر بوزن، الوزن ده بيأثر على اريا معينه بيديك ضغط. البريشر ده اسمه ايه؟ فورس على الاريا، كده انت عرفت الضغط اللي طالع. وانت اوريدي انت حاسبه صح ولا انا غلطان؟ بعد كده الضغط ده لو قيمه الضغط اللي طلعت لك من هنا دي هي نفس القيمه اللي طلعت على العداد، ده معناه ان دقه العداد ده 100%. طلعت اقل من كده او ازيد يبقى انت عندك بقى في كيلو ايه؟ العداد ده وتبدا تظبط الكاليبريشن بتاع العداد معاك. وصلت؟ النوع الثاني من انواع البريشرز في عندي السيمبل مانومتر. السيمبل مانومتر يا شباب هو عباره عن
عن انبوبه مصنوعه من الزجاج. الانبوبه ديت المفروض ان انا بوصلها بالبايب زي ما احنا شايفين، او بوصلها بالماسوره، او بوصلها بالمكان اللي احنا، بس هو في الغالب احنا بنستخدمه مع الليكو. والمفروض ان البايب الماسوره ديت بمجرد ما بوصلها بالبايب اللي انا عايز اقيس فيها الضغط، يعني ده قطر البايب، المفروض ان السائل اللي موجود جوه البايب ده بيرتفع بيها بمقدار يعادل قيمه الضغط اللي موجود، سواء بقى كان ليكويد ولا اويل ولا ووتر ولا اي كان ولا غاز. طبعا غاز مش هينفع ان انت تحكم على الغاز، غاز عادي صح ولا غلط؟ عشان كده دايما هنعتبر ان احنا بنتعامل مع سيمبل مانومتر اللي هو بالايه؟ بالليكويد. طيب الفائده الاساسيه الاول حاجه خالص بالنسبه لي بالنسبه للسيمبل مانومتر اللي هو عندي جهاز اسمه البيزوميتر او البيزوميتر. البيزوميتر المفروض اللي موجود معايا ده عباره عن بايب قلنا بنوصلها للماسوره او اللي موجوده عندي، وبناء عليه بيرتفع السائل ده بمقدار قيمه الضغط اللي موجود داخل الماسوره. طب قيمه الضغط اللي بتعين ازاي؟ بنشوف ارتفاع السائل مقداره قد ايه، وبنضرب ان البريشر عند النقطه A اللي هي في منتصف الماسوره بيساوي الرو في الجي في الاتش نيوتن على المتر المربع. ده احنا خدنا الكلام ده قبل كده صح ولا انا غلطان؟ ولا ما خدتوش؟ ده كان الكلام ده في فين؟ في يبقى المفروض ان الضغط عندي بيساوي الرو في الجي في الاتش تبقى ارتفاع السائل داخل البايب اللي موجوده عندي. النوع الثاني معايا وهو اليوتيوب مانومتر. اليوتيوب مانومتر هو عباره عن بايب، البايب ديت شبه حرف اليو تمام. المفروض ان البايب ديت بيتم وضع فيها سائل معين، السائل ده ممكن يكون كل ممكن يكون زئبق، وفي الغالب بيبقى ايه؟ زئبق. يفضل ان السائل ده يكون مسافته ايه؟ عامل. ليه؟ عشان ما يتاثرش بالضغوط العامل. طيب بمجرد ان انا باثر بضغط على السائل ده المفروض ان هو بيرتفع من البايب اللي انا باثر فيها بضغط ليه؟ البايب اللي هي المفروض بتبقى اقل في الضغط اللي موجود معايا بمقدار اسمه اتش، وبناء عليه ببدا اعمل عمليه اتزان ما بين النقطه دي اللي هي حصل فيها انخفاض والنقطه اللي حصل فيها ارتفاع، بحيث ان انا اعدل قيمه الضغط اللي حصل عندي او قيمه الضغط اللي بيأثر عندي برضه بمقدار اسمه اللي هو الاتش زي ما هنعرف بعد شويه. اليوتيوب مانومتر المفروض ان انا في عندي منه ثلاث انواع. في عندك الانكلايند يوتيوب مانومتر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي هو طبعا ده اليوتيوب مانومتر العادي، بعد كده في الانكلاين يوتيوب مانومتر، بعد كده في عندي الويل تايب مانومتر. الانكلاين يوتيوب مانومتر احنا عملناه بصوره انكلاين، حد عارف ليه؟ ايوه عشان نزود الايه؟ الرينج بتاعه صح؟ عشان نزود الرينج اللي هو بيقيس فيه، يعني بدل ما كان بيقيس لك من 0 ل 10 يكتب من 0 ل 15. فبتنيل البايب معاك شويه. طب الويل تايب خدتوه؟ حلو. هو نفس الفكره يعني برضه. بس فكره الويل تايب هنشرحها بعد شويه. بالنسبه لليوتيوب مانومتر يا شباب احنا اوريدي خدناه، تمام؟ بس ازاي بنحل بقى اليوتيوب مانومتر؟ ان انت دايما بنعمل المبدا الاساسي، الضغط عند نفس المستوى بيساوي ها؟ بيساوي بعض، او الضغط عند نفس المستوى السائل، بس مش شرط نفس السائل يكون موجود بيساوي ايه؟ وبناء عليه لما نيجي هنا يوتيوب مانومتر متوصل ببايب، البايب ديت اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه، فانت المفروض بتيجي دايما عند نفس السائل او عند مستوى السائل بيساوي ان الضغط عند النقطه دي بيساوي الضغط عند النقطه ايه؟ اللي هي الضغط عند النقطه 2 هي الضغط عند النقطه 2، دي ودي اي ضغوط فوقهم المفروض بتساوي او متساوي. لما نيجي نعمل عمليه اتزان فانا بجيب الضغط الجزئيه اللي فوق الضغط اللي موجود هنا المفروض هيساوي الضغط اللي موجود فوق النقطة اللي هي رقم 2 هنا أو النقطة رقم 2 هنا. طيب نشتغل بالمبدأ ده إزاي؟ ركز معايا عشان خاطر الموضوع ده هيحل لك مشاكل كتير. إيه اللي هي؟ إن أنت لو عندك يوتيوب مانومتر بنفس الشكل أنا ببدأ من عند نقطة، سواء من عند النقطة الشمال أو عند النقطة الإيه؟ اليمين. يبقى من عند النقطة ديت هبدأ من عند البايب اللي هي النقطة الأساسية دي. تمام؟ فانا عندي ضغط السائل اللي موجود معايا ده اسمه بي 1 ماشي؟ وهبدا من عنده انزل. لو انت نازل اجمع الضغط. اجمعه. تمام؟ وانت طالع اطرحه.
تمشي عكس الاثنين، يعني لازم يجمع طالع اطلع. على سبيل المثال الضغط عند النقطة رقم كام؟ اسمه بي 1، بعد كده هتمشي عشان تنزل. تنزل ده يبقى تبدأ بقى البي اللي هو ايه؟ الرو في الجي في الاتش اللي هي كام اتش ايه؟ اتش 1. بعد كده الضغوط متساوية لحد ما تطلع، كده انت طالع ولا نازل؟ طالع، يبقى تطرح، تطرح مين بقى؟ الرو في الجي في اتش 2، بس خلي بالك الرو هنا غير الرو هنا. الرو هنا لا رو واحد، الرو هنا اسمها رو 2. يبقى رو 2 في الجي في الاتش 2، زائد انت عندك لو في ضغط فوق اللي هو الضغط الجوي ده بيأثر فانت هتحطه معاك. وبناء على ده اللي انا هعمله. اول حاجه اللي هو البي 1 اسمها البي اي، تمام؟ زائد اللي هو مين بقى؟ رو 1 في الجي في اتش 1، بعد كده ناقص الرو 2 في الجي في اتش 2. ناقص اللي هو مين بقى؟ البي اللي بيأثر في ده البي بتاع الاتموسفير، الكلام ده كله بيساوي ايه؟ اشتغل بقى عند اي حاجه الجزء اللي تحت يبقى عباره عن ايه؟ ركع على البايب اللي هو المانومتر ده. تبدا اللي هو البريشر عند النقطه اللي هي دي يسمى ايه؟ زائد مين؟ رو جي اتش 1، تمام؟ اللي هو بتاع رو الرو 1 في جي جي اتش 1، لان عندي هنا الاتزان اهو. بعد كده ناقص المفروض اللي هي الرو جي اتش 2 اللي هي الاتش دي، تمام؟ زائد طبعا لو ناقص طبعا لو في عندك بي اير بتاثر هنا، الكلام ده كله بيساوي ايه؟ طبعا انا ما حطيتش البي اير لان هو ما ذكرش ان في بي اتموسفير وبناء عليه. بس خلي بالك لو انت ذكرت عندك البي اير او البي اتموسفير، فانت عندك البريشر اللي طالع عندك هنا لازم يكون ها ريدج ولا ابسوليوت؟ ها ابسوليوت. لو انت لغيت هنا الجيج فالضغط سوري الاتموسفير فالضغط اللي طالع ايه؟ جيج. لو انت عندك حطيت الاتموسفير فالبي ابسوليوت، ما حطيتش الاتموسفير يبقى البي جيج. طبعا المثال اللي بعده هيبقى نفس الطريقه. في الديفرنشال بريزر ترانسديوسر ما تعملش حاجه غير ان انت تطبق المبدا اللي انا قلته لك. تفتكر بقى لو احنا ركزنا على المانومتر ابداوا كده هتعمل ايه؟ في ايه؟ تمام؟ زائد ولا ناقص؟ زائد ايه؟ اللي هو رو 1 جي اتش اللي هو ايه بقى؟ اتش 1 زائد اتش، صح؟ بعده اللي هو ايه؟ رو ميردن اتش جي اتش، تمام؟ ناقص ايه بقى؟ بي بي المفروض بتساوي زيرو. بس اللي بعده هيبقى نفس القصه. طبعا هنا بيقول لك ان البي 1 زائد الرو 1 في الجي في اي زائد الاتش، طبعا لان لما نيجي نعمل عمليه اتزان بنفس القصه، البريشر عند النقطه رقم 1 والبريشر عند النقطه رقم 2، تمام؟ ده في حاله البايب لما يكون عندك مانومتر بيقيس ديفرنشال بريشر ما بين نقطتين في البايب، مفيش فيه اي اختلاف، نفس القصه اللي احنا بنتكلم عليها. هنا في بس مبدا بيقولوا لك او ساعات بيسالك عن الاستاتيك سنسيفيتي لليوتيوب مانومتر، والاستاتيك سنسيفيتي دايما بتساوي واحد على جاما الميرجري ناقص جاما، جاما الميرجري اللي هو بتاعت السائل اللي موجود معاك داخل اليوتيوب، سواء كان ميرجري او كان كحول او ايا كان نوع السائل اللي فيه، ناقص جاما دي جاما للفلويد اللي موجود جوه البايب نفسها اللي انت بتقيس فيها الضغط نفسه، مضروب طبعا في الاتش اللي هو الارتفاع اللي موجود عندي اللي هو فرق الارتفاع ما بين الليكويد الخاص بالمانومتر نفسه والليكويد الخاص بالبايب اللي موجوده معايا، دي عشان ممكن اتعرض ليها في الشتاء. جاما هيرون في الشتاء. المثال ده برضه تعويض مباشر انا مش عايزه. طيب نيجي للنوع الثاني بقى للسنجل كولومن مانومتر او المايكرو مانومتر او الويل تايب مانومتر. احنا اخذنا قبل كده اللي احنا قلنا عليه الويل تايب مانومتر قلنا فائدته الاساسيه ايه هي؟ تمام؟ او الانكلاين اللي هو بيزود السكيل. نفس القصه ده بالنسبه لي بس ده ما بيزودش السكيل، ده بيزود من الرينج بتاع الضغط نفسه، لان ده الضغط عندك ممكن المانومتر معاك بيزيد يقيس من 1 ل 10 بار، انما ده هيقدر يوصلك لاكثر من كده بكتير اللي هو يوصل ل 15 بار و20 بار. ده بناء على ايه؟ بناء على ان انا باجي في احد الافرع بتاع المانومتر اللي موجوده معايا وببدا اخلي او اعمل حاجه زي الريسرفوار. الريسرفوار ده او الخزان ده المفروض
المساحه بتاعته بتعادل 10 مرات المساحه بتاع الفايب اللي موجوده معايا، او سوري 100 مره المساحه اللي موجوده معايا دي. يعني لو عندك واحد والفايب بتاع النومينال قطرها ملي، فانت قطر ال قطر الريزرفوار ده هيكون معاك كام؟ كام؟ 100. لو انت 100 واحد ل 100 الاريا الاريا دي الاريا الكبيره دي بتعادل 100. طب ليه الاريا الكبيره؟ هو الفكره الاساسيه ان انت لما تيجي تاثر بضغط هنا بيعمل لك انخفاض مقداره كام؟ قليل جدا. انت عرفت المساحه، ومجرد عرفت المساحه فانت متاثر بضغط بيديك ايه؟ ريفليكشن قليل. الريفليكشن القليل ده بيبدا يتحول في البايب او في الفرع اللي هو الكوتور صغير، بيبدا يتحول لهيد كبير. اذا فانت بتقدر ان انت تستخدم او تقيس ضغوط اعلى. وصلت الفكره؟ انت لما بتزود ضغط العالي مع مساحه كبيره فالديفرنشال بيبقى ايه؟ قليل. الديفرنشال القليل ده في اليمة الثانيه بتلاقيه ايه؟ ارتفع، او الهيد اللي معاك بقى ده يرتفع، ودام الهيد اللي ارتفع معاك فتقدر انت تعين اي ضغط عالي انت عايزه. تمام؟ بالعكس تماما لو احنا روحنا اليمة الثانيه اللي هو اليوتيوب العالي. طيب هنا بقى بنبتدي نعمل موازنه ما بين الاثنين، فانت هتلاقي الاريا الكبيره اللي هي الايه؟ كابيتال، مضروبه في الدلتا اتش اللي هو الارتفاع اللي حصل داخل الريزرفوار موجود معايا، مضروب في الاريا سمول في اتش 2 نتيجه الارتفاع اللي حصل او الدلتا اتش اللي حصلت داخل المساحه الكبيره اللي موجوده معايا، واقدر استنتج ان الدلتا اتش بتساوي الاي سمول على الاي كابيتال مضروبه في اتش 2. طبعا هنا الاتزان واحد زي اللي احنا قلناه قبل كده، ان هو برضه لازم تجمع طالع تطرح وتبدا ان انت تصفي المعدل اللي موجوده معاك، تقدر تستنتج ان البريشر عند اي نقطه اللي هو بيساوي الرو 2 في جي اتش 2 ناقص الرو 1 في جي اتش 1. طبعا بعد اذا انت اهملت المساحه الكبيره بالنسبه للمساحه الصغيره اللي هي الاي كابيتال الاي سمول على الاي كابيتال اللي هي طبعا 1 ل 100. 1 ل 100 ديت بتعني ان النسبه اصلا هتبقى ايه؟ 1 ل 100، ممكن انت تهملها. تمام؟ وبناء عليها تصف المعدل اللي موجوده معاك. طبعا في حاله الانكلايند اللي احنا قلنا الاتش 2 هيساوي ال في ساين الفا اللي هي زاويه ميل الفايت او زاويه ميل الفرع في حاله الانكلايند مانومتر اللي موجود معايا. وايه لا انا مش هقدر اشرح التفصيله دي، التفصيله دي ممكن ناخدها في الشرح. دي بالنسبه للجزء بتاع الباك والبريشر ميجرمنتس ده يا شباب الجزء ده سيلف ستادي اكتب عليه فاكيوم ميجرمنتس ديفايس. النوع بقى اللي هو الاستيك بريشر ترانسديوسر صوت اليوتيوب بانومتر كده. تمام. النوع الثاني بقى بالنسبه للميكانيكا اللي هو الاستيك بريشر ترانسديوسر. الاستيك بريشر ترانسديوسر قال ايه اصلا بسميه كده؟ لان المفروض ان ده بيحصل فيه عمليه الفورميشن. الفورميشن اللي بيحصل في المعده او في الجهاز اللي موجود معايا ديت ببدا ان انا احوله لديسبليسمنت. الديسبليسمنت دي ابدا من خلالها احدد قيمه الضغط اللي بيأثر عندي او الضغط اللي موجود عندي او الضغط اللي انا عايز احدده. دي الفائده الاساسيه في حاجه اسمها الالاستيك بريشر ترانسديوسر. فالالاستيك بريشر ترانسديوسر هو عباره عن ان انا بأثر بضغط على جزء او ديفايس معين او جزء اللي هو المفروض الاستيك بيبدا من خلاله يحصل عمليه ديفليكشن او بيحصل عمليه موشن. الموشن ديت ببدا ان انا استخدمها ان انا احرك بوينتر في اتجاه يمين او احرره في اتجاه شمال، او ان انا ممكن اخد الديفورميشنز ديت بعد كده واروح احولها مثلا لفولت او امبير او تيار، ومن خلالها ببدا ان انا اقيس بقى مين؟ قيمه الضغط اللي موجود معايا. طيب بالنسبه للجزء الالاستيك او العمليه ديت اللي بنتكلم فيها، انت عندك في حاجه اسمها البوردن تيوب، دي رقم واحد. البوردن تيوب ديت هي عباره عن تيوب مصنوعه من المعادن اللي هي لازم تكون معدن سفن رقم واحد، يا اما هتلاقيها مشروع من حاجه زي الرابر او المطاط، بحيث ان انت لما بتاثر عليها بضغط معين بتبدا يحصل لها عمليه ايه؟ ديفورميشن. الديفورميشن اللي حصل ده ببدا ان انا استخدمه ان انا اربطه مثلا بمجموعه من الكروس وتبدا الكروس تتحرك من بوينتر بتاع المؤشر اللي موجود معايا.
لما نعرف بعد شويه، او ان انا باثر على ضغط، الضغط ده زي مثلا البلاوز اللي هو حاجه زي المنفاخ، عشان المنفاخ دلوقتي ده ناثر عليه بيبدا تاثير الحركه دي بيبدا ان هو ينتج لي حركه للمؤشر، او ان انا بيكون عندي دايفرام. دايفرام ده هو عباره عن حاجه زي اسمها ايه بيسموه ايه؟ حاجه زي حجاب حاجز كده. هو دي حاجه اسمها الدايفرام ده هو عباره عن حاجه المفروض ان هي زي الميتال او حاجه مصنوعه من الرابر، بتبدا ان انت تاثر عليها في ضغط اللي هو المفروض بيحصل فيها عمليه ديفورميشن. الديفورميشن ده برضو ببدا ان انا اقيسه او احاول الديسبيسمنت بتاعته لاشاره ضغط. في عندنا نوع ثاني اللي هو الكبسول طبعا، وفي عندنا حاجه اسمها الكورجيتد دايفرام. كورجيتد دايفرام في دايفرام بيبقى املس، وفي دايفرام المفروض بيبقى عليه سطح تلعيم، هنعرفها بعد شويه. في طبعا جزء ثاني هتلاقيه فيه اللي هو على شكل سبايرال اللي هو شكل هيليكال، او اللي شكل ثاني اللي هو شكل ايه ثاني هو فيه اللي هو التويستد اللي هو حاجه المفروض الديفورميشن ده بيحصل معاه عمليه انحناء او التواء، تمام؟ دي كلها اشكال مختلفه للترانسفيوسرز اللي موجوده عندي. زي ما قلنا بالنسبه للالاستيك ايمنت او بريشر ترانسفيوسر، بالنسبه للميكانيكال في عندي البوردال تيوب دول اشهر نوع، الديافرام بريشر جيج، البلاوز بريشر جيج. طبعا البوردال تيوب اللي انت شايفه ده عداد الضغط العاديه، احنا شايفينها. طبعا عداد الضغط العاديه ديت مفيش حاجه اسمها سيستم ميكانيكي بيشتغل الا لما تبقى ايا كان بقى سيستم الميكانيكي ده اللي هو بيشتغل ازاي، لازم تلاقي فيه عداد ضغط. ده لازم شيء اساسي. بعد كده هتلاقي عندك نوع ثاني اللي هو الدايفرام، والدايفرام شفت البليت اللي انت شايفه ده هو ده الدايفرام اللي احنا كنا بنتكلم، بليت كده مربع او مدور هو اللي يبدا ان هو بيحصل فيه عمليه الديفليكشن، وهتلاقي المساحه تحته بنفس الشكل ده كده. النوع الثالث بقى اللي هو البلاوز اللي هو الشكل الثالث اللي موجود معايا. البوردان تيوب بريشر جيج اشهر انواع الجيجز اللي انت بتستخدمها، واخص اول نوع اللي بيكون معايا هو البوردان تيوب، ده اشهر نوع هتلاقيه موجود عندك كل الاجهزه الميكانيكيه، وفي نفس الوقت ارخص نوع هتلاقيه موجود في السوق. طيب ميزته الاساسيه انه بيقيس لك ضغط بيوصل من 10 كيلو باسكال لحد 100 ميجا باسكال، باكيورسي بتوصل لحد كام؟ 1%. بيقيس لك ضغط من 10 كيلو باسكال لحد ما توصل لكام؟ ل 100 كيلو ل 100 ميجا باسكال، وفي نفس الوقت الدقه بتوصل لكام؟ ل 1%. هتلاقي في عندك الجيج بتاعته او سوري البوردن تيوب بتاعته، يا اما هتلاقيها سبايرال، يا اما هتلاقيها هيليكال، يا اما هتلاقيها اللي هو على شكل اليو او السي تايب اللي انت شايفه قدامك دي، ودي احنا اتكلمنا عنها، انك لما بيؤثر بضغط معين بيبدا يحصل عمليه ديفورميشن في البوردن تيوب اللي موجود معايا. الديفورميشن ده هتلاقيه متوصل بلينك او برد، الرد ده بيبدا يحرك لك الترس اللي هو بيبدا يحرك البوينتر عشان يديك ايه؟ يديك قرايه للعداد اللي موجوده معاك. طيب ده بالنسبه للنوع اللي هو السي شيب. النوع السبايرال بيتعامل بنفس الطريقه، ان انت لما بتاثر بضغط معين بيبدا يحصل عمليه ديفليكشن للبايب او سوري للتيوب اللي موجوده معايا، وبناء على الديفليكشن ده بيبدا يتحرك المؤشر عشان يقيس لك قيمه الضغط. ده بالنسبه للسبايرال. خلي بالك النوع اللي هو السبايلر ده بيقيس لك بضغوط اقل شويه من السي تايب، لان السي تايب بيوصل ل 100 ميجا باسكال. عندك السبايلر والهيليكال تايب اللي هو النوع الثاني ده بقى اللي هو عباره عن السبرينج اللي انت شايفه قدامك ده، هو برضه لما باثر بضغط بيحصل عمليه ديفليكشن فيه بيبدا يقيس لك المؤشر، هتلاقي ان اقصى ضغط هيوصله كام؟ 50 ميجا باسكال بكيوسي او بدقه نفس الدقه اللي شغال بيها البوردان تيوب جيج. فده له استخدام طبقا لرينج القياس، وده له استخدام طبقا لرينج القياس. البوردان تيوب جيج برضه من اهم المميزات اللي فيه ان انت هتلاقيه بيقيس لك الضغوط اللي فوق الاتموسفير بريشر والضغوط اللي هي تحت الاتموسفير بريشر اللي هي بنسميها الفاكيوم بريشر، وهتلاقي في ضغوط او عدادات بتقيس لك الاثنين مع بعض في نفس الوقت. يعني في عداد هتلاقيه بيقيس لك ضغط فوق الضغط الجوي، وفي عداد هتلاقيه بيقيس لك ضغط اللي هو ضغط اللي اقل من الضغط الجوي، وفي عداد بيقيس لك الاثنين سوا، ما عندوش مشكله خالص، تمام؟ طيب بالنسبه للجيج بريشر بقى، هو بيقيس بالنظريه ديت ازاي؟ بيقيس بالنظريه ديت ان هو بيعكس
بيعكس الانحناء بتاع الجوردن تيوب، يعني بدل ما هي كانت منحنيه لفوق بيعمل لها عمليه انعكاس بيخليها بتتحرك منحنيه لاسفل يعني لجوه، يعني الانحناء بيقعد هنا لبره. بيعكس الانحناء بتاع الجوردن تيوب بيخليها منحنيه لجوه. تمام؟ وبناء عليه بيبدا ان هو يسحب الضغط لاقل من الضغط الجوي. يعني بس راح بس الفكره بس هي مش موجوده هنا. طبعا ان هو اقل زي ما احنا قلنا هنا هتلاقيه متدرج هنا تدريج اللي هو اقل بالسالب اهو بص. ليه انت اديت حتى عليه بايه؟ لو انت لاحظ هتلاقي فيه رقم سالب ده من الرقم انت عشان ده معناه ان هو بيقيس لك ضغط اقل من الضغط الجوي. الدايفرام بريشر جيج. الدايفرام بريشر جيج زي ما احنا قلنا ان هو عباره عن ايه هو الدايفرام ده اصلا؟ هو عباره عن ديسك. الديسك ده بيبقى شكل دايره كده تمام؟ الدايره ديت بيصنع من الميتال او بيصنع من البلاستيك، بس البلاستيك المقوى يعني سواء حاجه زي المطاط المقوى عشان يقدر يتحمل الضغوط العاليه. وبناء عليه لو انت شفت الرسمه دي كده اللي احنا شايفينها هتلاحظ ان مجرد ما بتاثر بضغط ان هو بيحصل عمليه ديفليكشن فيها. الديفليكشن ده بيؤدي الى ان الضغط يزيد او يقل. يعني لو حد شايف الرسمه يعني. طيب بالنسبه للدايفرام اللي موجود معايا فمجرد ان هو بيحصل فيه ديفليكشن زي ما احنا قلنا بتؤدي الى تغير مؤشر او البوينتر اللي موجود معايا، وادي الدايفرام شكل الدايفرام اللي احنا بنتكلم عنه اهو، وادي شكل العداد بصوره انسيه موجوده معايا. طيب المفروض ان الدايفرام اللي موجود معايا ده زي ما قلنا يا اما هنصنعه من المعدن يا اما هنصنعه من البلاستيك المقوى عشان يبدا ان هو يتحمل الضغوط العاليه. البوردن تيوب او الدايفرام بريشر جيج لو انت لاحظ ان انت عندك فيه كذا نوع من الموجود معاه. اول حاجه هو الابسوليوت بريشر، الحاجه الثانيه ديفرنشال بريشر، الحاجه الثالثه اللي هو الجيج بريشر. وكل رسمه فيهم هتختلف عن الثانيه. يعني لو انت بتقيس ابسوليوت بريشر هتلاحظ ان اليمه ديت موجود فيها البريشر اللي انت عايز تقيسه، بس في نفس الوقت اليمه الثانيه ديت ايه؟ مقفوله او فيها الضغط من الموجود معاه. في الحالة دي هنلاقيها ان البريشر اللي بيقيس لك هو ابسوليوت بريشر. طب لو انت جيت فتحت فتحة في اليمة التانية وبدأت ان انت تقيس ضغط ما بين ماسورتين او ضغط ما بين نقطة ونقطة، ففي الحالة دي هيقيس لك الديفرنشال بريشر، لان هنا الدايفرام بيبقى تحت تأثير ضغط بي واحد من يمة الشمال وضغط البريشر اليمة التانية اللي هو البي كام؟ بي 2. يبقى بي واحد وبي 2، ففي الحالة دي العداد هيقرا لك ديفرنشال بريشر ما بين نقطتين. الحالة الثالثة لو أنت بقى فاتح النقطة رقم 2 ديت على الضغط الجوي، ففي الحالة ديت هيقيس لك مين؟ الجيج بريشر اللي موجود عندك، فاتح النقطة ديت في النقطة ديت هيقيس لك الجيج بريشر، يبقى أنت عندك في حاجتين يا إما ديفرنشال يا إما جيج يا إما أبسوليوت بريشر. طبعًا طبقًا للأبلكيشنز اللي أنت عندك والعداد اللي موجود معاك تبدأ تحدد الكلام ده. في عندك بقى بالنسبة للدايفرام أنا عندي حاجة مهمة ألا وهي إن أنت السطح اللي أنت بتقيس عليه ده ممكن يكون أو سطح الدايفرام يا إما يكون أملس يا إما هتلاقيه كورجيتد زي اللي إحنا شايفينهم في الصورة قدامنا كده. ليه عليه؟ عامله على كذا السطح ما بيبقاش عدل، ما بيبقاش أملس، بتلاقيه طالع نازل طالع نازل زي الصورة اللي إحنا شايفينه قدامنا ده. حد عارف ليه؟ ايوه بتزيد مساحه التعرض، دي بتعمل ايه؟ حاول تقرا كده الجزء الاخير بيقول ايه؟ او اخر سطر يعني او اخر ثلاث سطور يعني ما هو الدايفرام كان بيه هو كاتب انجليزي دايفرام ايه بقى؟ ستيفنس اند افكتيف سيرفيس اريا. وده هيعمل ايه بقى؟ Greater movement with a diaphragm can be reduced. With a diaphragm can be reduced. ده معناه ان هو بمجرد ما تعمل له عمليه كورجيت الاريا ده اولا بيظهر لك السيرفس اريا اللي موجوده معاك، وبناء عليه هتلاقيه ان هو بيزود لك الحركه بتاعت البوينتر اللي موجوده معاك. بيديك اشاره اوضح يعني. وصلت؟ يعني الفايدة ما بين ايه اللي هو السطح الامنس والسطح اللي هو الكورجيتد اللي موجود عندك. النوع الثاني موجود معايا
بس انا عايز اقول حاجه مهمه بس بالنسبه للنوع ده اللي انت عندك هنا في النوع في الديافرام، ان اشاره الضغط اللي موجوده معاك انت بتحولها لديسبليسمنت او موفمنت، صح؟ وبناء على الموفمنت اللي بتتحرك عندك ديت بتبدا ان انت او بتبدا ان انت تحول الموفمنت ديت لايه؟ لاشاره الضغط، صح؟ لو احنا جينا في النوع الثاني عشان هنحتاج الكلام ده بعد شويه، بالنسبه للبلاوز بريشر دي اللي هو البوردر تيوب اللي بتبقى على شكل منفاخ، تمام؟ اللي هو حاجه كده شبه الكورديون اللي هو بتاع الكورديون ده بتاعي. ايوه بتاع الراجل اللي بيعزف ده. ايوه هو ده. تمام؟ المفروض ان انا عندي زي ما احنا شايفين ادي الابسولوت بريشر طبعا هنا. بس عشان بتاع بس ده بلاوز بريشر يا شباب، ركز معايا ان هو دايما بيعتمد على حركه البلاوز اللي انا باثر عليه بقوه معينه، اللي هي انت عندك المفروض ان الضغط اللي انت عايز تقيسه، الضغط اللي انا باثر بيه عندي بيبدا يتحول لفورس. انا بقول اهو الضغط بيتحول لايه؟ لفورس. لفورس. الفورس دي بتبدا تضغط على البوينتر او المؤشر اللي موجود عندي، تمام؟ لو باثر على البوينتر ده بيبدا ان هو يتحرك طبقا لقيمه مين؟ الميجر. يبقى في علاقه ما بين الفورس وما بين مين؟ الميجر وما بين حركه المؤشر اللي موجوده معايا، فالضغط بمجرد ما بيتاثر بيبدا يتحول لفورس داخل الدايفرام، وبناء عليه بيبدا ان هو يحرك لي المؤشر اللي موجود عليه طبقا لقيمه الضغط اللي موجود عندي. كاتب لك اهو ام بلاوز بريشر، بريشر تو ايه بقى؟ فورس. فورس كونفرجن اكسجين اللي هو اللي بيحصل، تمام؟ لما هناك كل انت بيحصل عمليه ديسبليسمنت او موفمنت، الحركه وبناء على الحركه دي بتبدا تتحول لي لايه؟ لضغط موجود عندك. هنا برضه اهو هتلاحظ ان انا عندي نتيجه الدايفرام، انت لما بتاثر في ضغط نتيجه تاثير الضغط ده الدايفرام بيبدا ان هو يتحرك معايا ويبدا يحرك لك المؤشر طبقا لقيمه الضغط اللي موجود عندك. فايده الدايفرام، فايده الدايفرام يا شباب انا دايما مهم جدا بالنسبه لي عشان ببدا استخدمه في الاجهزه الكهربائيه اللي احنا هناخدها بعد كده. هي الاجهزه الكهربائيه اللي هي عدادات الضغط اللي المفروض بتشتغل بالكهرباء. في عندك حاجتين، عندك اول حاجه خالص اللي هو البوتنشيومتر اللي هناخده في الاجهزه الكهربائيه، والحاجه الثانيه في حاجه اسمها ال في دي تي. حد عارف هو ال في دي تي؟ تعرفه ان شاء الله ما تقلقش. اللي احنا بنقول عليه اسمه اللينير فاريبل ديسبليسمنت ترانسديوسر، حاجه كده بتشتغل بطريقه جميله يعني هتعرفها لما تعرفها. مش عارف. بالنسبه لللينير فاريبل بريشر ترانسديوسر يا شباب اللي هو ده اللي هناخده بعد كده، بس انا هشرح لك دلوقتي فكره بسيطه. البوتنشيومتر احنا هناخده بالتفصيل في الاستادات الجايه، بس هو الفكره الاساسيه بتاعته انها تبين على ايه؟ تبين على ان انا عندي هنا ريزيستنس مقاومه. ما شاء الله عليك. دي مقاومه او مقاومه كهربائيه. المقاومه الكهربائيه دي احنا بنلفه على شكل بنجيب رد نلف عليه سلك، تمام؟ السلك ده بنروح جايبينه حاطينه هنا. وبناء عليه بنجيب رد او مقاومه ثانيه، ده زي كوندكتور. ماشي؟ الكوندكتور ده نبدا ان احنا نوصله مع الدايفرام. مجرد ما بيحصل عمليه تغير للفورس بالدايفرام بيبدا يغير لك مكان الكوندكتور اللي انت عندك ده. مكان الكوندكتور ده لما بيتغير بيؤدي لتغير الريزيستنس اللي موجوده عندك. تمام؟ الريزيستنس دي ببدا ان انا احولها لفولت، والفولت ده بروح احوله لقرايه. لما احنا خدنا كده فين؟ 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 في الارت دي، صح؟ الارت دي بيحول عن طريق مين بقى؟ الويت ستون بريدج. هو ده بيشتغل بنفس الطريقه كده، انت تحول الريزيستنس لفولت، والفولت بعد كده تحوله لمين؟ لقرايه. فكره سريعه يعني. طيب نيجي بعد كده ايه ده؟ رجعنا من الاول؟ رجعنا من الاول ولا ايه؟ صح ده يخش على الالكتريك. دكتور؟ راجل رجعنا الاول. المحاضرة خلصت. لازم تخلص يابا. الالكتريكال بريجر ترانسديوشن يا شباب. كان عايز اعمل فكرة الالكتريكال بريجر ترانسديوشن ترانسديوسر وديت عشان نكون واضحين دي دلوقتي
ليه اصلا فكروا في فكره الالكتريكال بريجر ترانسديوسر؟ لان غالبيه الاجهزه والسيستم اللي دلوقتي شغاله كلها شغاله كمبيوترايز زي ما احنا قلنا قبل كده، وبناء عليه لابد ان انا اتحول من فكره الميكانيكال لفكره الايه؟ الالكتريكال. ليه؟ لان الريسبونس بتاعها عالي رقم واحد، هي بتحس بسرعه جدا بالتغيرات اللي بتحصل في القياسات او في الكميه اللي انا بقيسها، تمام؟ وبناء عليه المفروض ان الحاجات اللي انا بشتغل او السيستم اللي شغال عليها كلها كمبيوترايز، فلازم اخد اشاره كهربيه عشان ابدا بعد كده اتعامل مع بقيه الاجهزه اللي موجوده في السيستم اللي موجود عندي، تمام؟ فايده الالكتريكال بريجر ترانسديوسر اللي موجود عندي ايه بقى؟ ان هو اولا انت بتديله فيزيكال فينومينال كميه فيزيائيه، الكميه الفيزيائيه دي بتديله ضغط بريشر تمبريتشر فيلوسيتي فورس ايا كان الحاجه الكميه اللي انت عايز تقيسها دي انت بتدخلها له، وبناء عليه هو بيبدا يحولها لفولت او ايا كان او كرنت او ريزيستنس او ايا كان، وبعد كده بيديك الكتريكال سيجنال بناء عليه اللي هو بيديك دي سي فولت او اي سي فولت او كرنت او ريزيستنس او ايا كان. الريزيستنس ديت ببدا ان انا بعد كده احولها لفولت، وزي ما قلت الفولت ده بيبدا يقيس لك القرايه اللي موجوده عندي. ده الفكره الاساسيه بالنسبه للترانسديوسر اللي موجود عندي. فكرتي انا بقى بالنسبه لي كضغط، الضغط عندي انت متاثر بضغط معين، الضغط ده بيروح على البريشر ترانسديوسر، البريشر ترانسديوسر ده بيبدا يحول لك الديسبليسمنت او ايا كان الحاجه اللي حصل نتيجه التغير في الضغط، بيبدا يحولها لك هو لقرايه عندك على الديجيتال بريشر ترانسديوسر اللي موجود معاك. ده الفكره الاساسيه. طيب الكلام ده بيتطبق ازاي؟ بيطبق عندي من خلال الاجهزه اللي احنا هنتكلم عنها، الا وهي الاسترين جيج ترانسديوسر، تمام؟ والاسترين جيج ترانسديوسر الفايده الاساسيه بتاعته هتلاقيه بيحول لك اشاره الضغط لاول حاجه للديسبليسمنت، والديسبليسمنت دي بيبدا تتحول عندي الريزيستنس مقاومه، ومن المقاومه بعد كده تتحول لك للفولت. الفولت ده بقى ببدا احوله زي ما احنا شفنا في التمبريتشر لمين؟ لقرايه الضغط. النوع الثاني اللي هو البوتنشيومتر اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه، وده عباره عن دلتا بي تبدا تحولها لديسبليسمنت، وبعد كده تحولها لريزيستنس، وبعد كده يحولها لك لفولت. النوع الثالث الكباسيتيف ترانسديوسر، ده بيحول لك الدلتا بي لديسبليسمنت، والديسبليسمنت دي بيحولها لتغير في الكباستنس بتاع الكباستر، بعد كده يحولها لمين بقى؟ الدلتا بي. اللي بعده البيزو او ريزونانت واير ترانسديوسر، ده بيحولها من بريشر لديسبليسمنت لتغير في الضغط للدلتا بي. النوع الثالث اللي هو البيزو الكتريك او الاخير ترانسديوسر، ده بيحول لك البريشر لديسبليسمنت، الديسبليسمنت دي بيحولها لتغير في التشارج، وبعد كده بيحولها لايه؟ لتغير في الضغط. فده كل مبدا واحد فيهم اللي هو بيعمل ايه بالظبط. طبعا الكلام ده هنشوفه بعد كده بالتفصيل. ايوه انا مش عايز اشوف الموضوع. اول حاجه معايا هو الاستريم جيتش بريجر ترانسديوسر. المبدا الاساسي بتاعه احنا قلنا ايه؟ بيحول الضغط للديسبليسمنت. للديسبليسمنت. الديسبليسمنت دي بتتحول لايه؟ ريزيستنس. ريزيستنس تتحول بعد كده لمين؟ فولت. لفولت. ازاي بقى الكلام ده بيتم؟ ازاي؟ ادي الدايفرام بريجر جيتش اللي موجود معايا، تمام؟ الفايده الاساسيه ان انا باجي على الدايفرام اللي موجود عندي ده، او على سطح الدايفرام اللي موجود عندي في الدايفرام بريشر جيج العادي، وبركب حاجه اسمها ريزيستنس او تو ريزيستنس. التو ريزيستنس دول فايدتهم الاساسيه ايه بقى؟ ان انت لما بتغير في الاسترين بتاعها الريزيستنس بتاعتها بتتغير. عندي من نوع انواع الماتيريال اللي هو بنسميها الفيلم واير او الريزيستنس واير، ان انت لما بتغير في الاسترين بتاعها او الشد او الكومبريست بتاعها المفروض الريزيستنس عندي ايه؟ تتغير. وبناء عليه ان اي تغير في الديفليكشنز ده بيؤدي لتغير في الاسترتش بتاع الريزيستنس اللي موجود عندي. وتغير الريزيستنس او عندي بيؤدي لتغير في مين؟ في الفولت. فانا بعمل ايه؟ بجيب الويت ستون بريدج اللي انا اشتغلتها قبل كده، تمام؟ والريزيستنس كورنت بوصلهم معايا على الويت ستون بريدج، والاثنين التانيين بيبقوا ايه؟ ثابتين. مش احنا خدنا الويت ستون بريدج المره اللي فاتت، تمام؟ فانت بتثبت اثنين وتشغل اثنين، فاثنين عموما واثنين راكبين، تمام؟ وبتبدا تعمل الالتزام بتاعك على 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 ريزيستنس معينه، ماشي؟ واي تغير في الريزيستنس عندك في الاسترتش بتاعها بيؤدي لتغير في الريزيستنس، بيؤدي لتغير للفولت.
الفولت اللي خارج عنك، وانا هتغير الفولت بيبدا يغير لك لمين بقى؟ لقيمه الضغط اللي موجوده معاك. الويت ستون بريدج هتلاقيه شغال، سوري السترينج جيج بريشر هتلاقيه بيدي معاك في كام بقى؟ من 100 كيلو باسكال لحد ما توصل لكام؟ ل 100 ميجا باسكال. بس هنا بقى اللي بيختلف معاك الاكيوريسي، الاكيوريسي هناك كانت 1%، هنا بقى كام؟ 1/10%. اللي هي الاكيوريسي بدات تعلى، تمام؟ نتيجه ان انت بتستخدم طبعا الكتريكال بيس. هنلاحظ هنا برضو افضل بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ادي الريزيستنس اللي انت مركبها على الديفليكشن اللي بيحصل معاك، نتيجه تغير الديفليكشن اللي معاك هتلاقي الريزيستنس هنا عماله بتتغير اهو، او هنا الديفليكشن اللي بيحصل على السترين جيج اللي موجود معايا سواء بقى بالطول او بالقصران، نتيجه تغير الريزيستنس بيقدر يتغير الريزيستنس، ومع تغير الطول بتاعها هتلاقي ان المؤشر معاك رايح جاي طبقا لتغير الريزيستنس، طبعا نتيجه تغير الاستريكشن او الكومبريشن اللي موجود معاك. يا الله. البوتنشيو متر بريجا ترانسديوسر ده اللي احنا قلنا عليه من شويه، صح؟ اه. حد بقى يشرح الفكره انا قلتها مره. شاد. حاول الضغط البوتنشيو. حد فاكر انا قلت ايه؟ محدش فاكر. الفكره يا شباب اولا ان انا بجيب رد، الرد ده بجيب بلف حديث ايه؟ ماشي؟ تمام؟ السلك ده المفروض اللي هو الريزيستنس اللي انت شايفه قدامك ليها باللون الازرق، ده الرد وعليه سلك واير ملف يعني ملف كهرباء، تمام؟ وبناء عليه بجيب بعد كده حاجه اسمه وايبر. وايبر ده عباره عن كوندكتور موصل. كوندكتور ده ببدا ان انا اوصله مع السلك او بالقرب من السلك. هو في الوضع العادي بيبقى قاري فولت معين، ماشي؟ لما بيتغير البوزيشنز بتاعه الفولت بيتغير على ما حسب هو موجود هنا او هنا او هنا، بيبدا يتغير الفولت اللي خارج معايا. طب انا بغير في البوزيشنز بتاع الويبر ده ازاي؟ عن طريق الدايفرام اللي موجود معايا اللي انا موصله على الضغط. مجرد ما الضغط يزيد يبدا الدايفرام يتحرك. الدايفرام لما بيتحرك بيحرك الويبر اللي موجود عندي، وبناء عليه زي ما احنا شايفين اهو هتلاقي طول ما هو عمال بيتحرك كده كل ما بيدي فولت. هنا مثلا قالي زيرو، بعد شويه قالي 5 15 20 لحد ما يوصل لقيمه ال 50 اللي هو بيقيس الرينج اللي قايس عليه. طبقا لقيمة التغير في الفولت بيبدا يديك تغير في قيمة البريشر اللي موجود عندي. وهنا بناء ماشي قلنا قبل كده هناك كان شغال دلتا بي بتؤدي لتغير في الديسبليسمنت او تغير في الضغط بيؤدي لتغير في الديسبليسمنت. هنا الديسبليسمنت دي بتؤدي لتغير في الريزيستنس او المقاومة اللي ناتجة، المقاومة دي بعد كده بتتحول لمين؟ لفولت. لفولت. ده بالنسبة للبوتنشيومتر بريجا ترانسديوسر. الكاباسيتيف بريشر ترانسديوسر. بالنسبه للكاباسيتيف بريشر ترانسديوسر ده ماشي على مبدا الكاباسيتيف. ايه هو مبدا الكاباسيتيف بقى؟ الناس اللي درست كهربية ايه؟ ايوه مبدا عمل. مش عارف انت بقى عمله؟ هو عبارة عن تو ميتالز أو معدنين، معدنين واحد يمين واحد شمال، تمام؟ المفروض أنت لما بتأثر بفولت على اليمين أو على الشمال المفروض إن هو بينشأ ما بينهم مجال إيه؟ كهرباء. مجال المكهرب ده المفروض إن هو مجال عكس، تمام؟ عكس التلاتة. اللي هو بيعتمد على إيه بقى الكباسيتي اللي إحنا بنشتغل عليه ده؟ كل ما بتغير المسافة ما بين الاتنين كل لما عندك هتلاقي الكاباستنس اللي موجوده معاك بتتغير. طب الكاباستنس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الكي في الايتا نوت في الاريا على الاكس. الاكس دي هي المسافه ما بين التو كاباستنس اللي موجود معاك اللي هو موجود ده او ده، تمام؟ هي المسافه ما بين التو بليتس. الاي دي السيرفيس اريا بتاع البليت اللي انت مركبه عليه، تمام؟ الكي اللي هو طبعا السيرفيس طبعا اللي هي موجوده معايا دي خاصه بالبرمياتيفيتي اللي هي الميديم ما بين الاثنين، تمام؟ والكده مع الاوفرس اللي موجود معايا. انا بقى بستغل الكلام ده ازاي؟ ان انا باجي عند الدايفرام اللي موجود معايا، تمام؟ باجي احط معدن عندي معايا في داخل البريشر ترانسيستور اللي موجود، ادي معدن، بعد كده جبت ايه؟ بليت. البليت الثاني هو مين بقى؟ اللي هو بتاع الدايفرام اللي انت شايفه قدامك ده.
بس خلي بالك الديافرام ده في الحاله ديت ما ينفعش يبقى بلاستيك مش هيوصل كهرباء. لازم يكون الديافرام في الحاله ديت ايه؟ معدن. الديافرام اللي انا استخدمه في الحاله دي لازم يكون ايه؟ معدن عشان خاطر انا هديله كهرباء. تمام؟ بناء على الكهرباء ديت هيبدا ان هو يغير لي الريزيس الكباستنس اللي هتكون عندي. فانا بعمل ايه بقى؟ ادي بثبت واحد اللي هو الاساسي ده، تمام؟ والديافرام عندي كده كده بيتغير طبقا لتغير مين؟ وبناء على تغير الضغط، تمام؟ بتبدا تغير الكباستنس اللي موجوده معايا، اللي بتيجي تغير لمين بقى؟ الاكس. الاكس اللي موجوده معايا، للمسافه اللي بتتغير، مع تغير الاكس ببدا ان انا احدد الكباستنس او تغير في الكباستنس، تغير في الكباستنس ديت ببدا احوله صغير لمين؟ فولت. للفولت. ده المبدا الاساسي بتاع الكباستف بريشر ترانسديوسر. زي احنا شايفين اهو هتلاقي عندك ادي الديافرام اللي موجود معايا سواء كان بريشر واحد او بريشر اثنين، دي المسافه ما بينهم لازم يكون الاثنين دول من المعدن. هتلاحظ هنا اللي انت مركب لك ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده ايه؟ امبليفاير. فايده الامبليفاير ايه؟ تكبير الاشاره بالظبط كده. فانا عشان كده باخد الخارج دايما ادخله على هاي جين امبليفاير عشان خاطر اكبر الاشاره اللي طالعه عندي عشان اقدر احدد قيمه الضغط او التغير في الضغط اللي موجود عندي. الريزونانت واير بريشر ترانسديوسر برضه نفس الفكره السهله اللي احنا ادي الديافرام اللي موجود معايا مش اي مشكله خالص، بس هنتكلم فكره بسيطه بقى. ايه هي؟ ان انا بروح جايب عندي سلك، السلك ده بروح جاي رابطه في احد الجنبين، هتربطه في الجنب ده في الجنب ده، بس في الغالب احنا بنربطه في الجنب ده، تمام؟ وبعد كده بربط الطرف الثاني بالديافرام. حلو؟ حلو ولا وحش؟ حلو. يبقى انت كده ربطت السلك اللي موجود معاك ده. السلك ده بعد ما بتربطه في اليمتين بتدي له حاجه اسمها او بنسميها سيركت، بنسميها اوسيليتور سيركت. اوسيليتور سيركت ديت هتلاقيها عماله تدي تردد معين، حاجه كده زي صوت الكهرباء او لما تدي صوت والصوت ده يعمل ذبذبه. هي نفس الاوسيليتور سيركت دي بتدي ذبذبه للواير ده بطريقه معينه، يعني في الوضع النورمال هتلاقيه عمال بيتهز او بفريكونسي معين، الفريكونسي ده بيدي قيمه. ماشي؟ تيجي انت تعمل ايه بقى بعد كده؟ تدي ضغط للديافرام، فالديافرام ده هيروح شادد السلك. لو انت شديت السلك ده معناه ان الاوسيليتور سيركت معاك، تمام؟ هتلاقي ان السلك ما بقاش يهتز زي ما انت في النورمال. صح ولا انا غلطان؟ انت شديت السلك صح؟ لما تشده هتلاقي ان عمليه الفايبريشن بتاعته او السايكل بتاع الفايبريشن بتاعته ايه؟ اتغيرت. انا بقى بستفيد بالكلام ده بايه؟ ان انا بعين فريكونسي للاهتزاز الاولاني، وبعد كده لما يتغير الفريكونسي اللي موجود عندي نتيجه اختلاف الشد ابدا احوله لمين؟ بول. هو ده ان انا باخد تغير البريشر بعد كده بحوله للديسبليسمنت على الديافرام، وبعد كده بحوله لمين بقى؟ لتغير الفريكوانس اللي هو الريزونانت واير، وبعد كده احوله لمين؟ لفولت. تمام؟ ده المبدا الاساسي اللي شغال عليه الريزونانت واير بريشر ترانسديوسر. ايه ده؟ فاكر النوع بقى هو احنا فاضل لنا هو ده يعتبر اخر نوع. البيزو الكتريكال بريشر ترانسديوسر. بص يا شباب انا للاسف عندي مشكلتين. المشكله الاساسيه هي قياس الضغوط العاليه جدا. الحاجه المشكله الثانيه هي دي قياس الضغوط المنخفضه جدا. تمام؟ دي مش اي حاجه بيستخدمها عشان خاطر تقيس الضغوط العاليه والضغوط المنخفضه. البيزو الكتريكال بريشر ترانسديوسر هو احد الاجهزه اللي انا بستخدمها عشان تقيس لي الضغوط العاليه اللي بتوصل معاك لحد 1000 ميجا باسكال. دي الميزه الاساسيه اللي فيه، ان عشان اقيس ضغط بيعادل 1000 ميجا باسكال لابد ان انا استخدم معايا مين؟ البيزو الكتريكال بريشر ترانسديوسر. طيب مبدا عمل البيزو الكتريكال بريشر ترانسديوسر شغال ازاي؟ شغال على مبدا ان هناك بعض الماتيريال ان انت لما بتضغط عليها او تعمل لها عمليه كومبريشن او عمليه اكستراكشن بيصدر عنها نوع من انواع الشحنات. شحنات ايه بقى؟ شحنات الكهربيه. فلما بجيب ماتيريال واضغط عليها بضغط معين، تمام؟ الماتيريالز ديت بيبدا يظهر عندك في خلالها شحنات. الشحنات ديت ببدا ان انا احددها من على السطح وابدا ان انا احسب قيمه الفولت او قيمه الفولت نتيجه التغير في الشحنه اللي ظهرت عندي على السطح. ده انا بستفيد من الكلام ده. لذلك دايما انت هتجيب ماتيريال تحمل ضغوط عاليه جدا، يعني انت مش هتجيب ماتيريال بمجرد ما تضغط عليها بايدك ها
هتديك شحنات. لا لازم تضغط عليها بضغط زي ما احنا قلنا بيوصل لكام؟ ل 1000 ميجا باسكال عشان تظهر لك شحنات، والشحنات ديت ببدا ان انا احددها واحولها بعد كده لمين؟ للفولت. زي ما احنا شايفين ادي هنا الدايفرام اهو شايفه اللي موجود معاك، مفيش مشكله. الدايفرام ده بيبدا يضغط على سطح البيزو الكتريك ليمت او البيزو الكتريك الماتيريال، بتظهر عندي شحنات. الشحنات دي ببدا ان انا احددها وبعد كده احولها لمين؟ لفولت. طبعا زي ما احنا قلنا اهو بيوصل معاك لحد 1000 ميجا باسكال بدقه بتوصل لكام؟ 1%. تخيل بقى بيسال 1000 ميجا باسكال بايه بقى؟ بلس او ماينس 1% بس ايرور. حاجه يعني ولا في الاحلام. طيب دي احنا خلاص خلصنا الجزء ده او فكره العمل بتاعته. النوع الاخير بقى يا شباب هو اللي احنا قلنا خلاص احنا قسنا الضغط العالي، عايزين نقيس الضغط المنخفض. نقيس الضغط العالي، نقيس الضغط المنخفض ازاي بقى؟ بال في دي تي اللي احنا قلناه من شويه. اللي هو اللينير فاريبل ديفرنشال اللي هو ايه؟ ديفرنشال ترانسفورم اللي هو ال في دي تي. خلصنا الكلام ده. ال في دي تي ده اقل بيقيس لك الضغوط المنخفضه. ايه المنخفضه دي؟ اللي هي الصغيرة جدا، لأن دايما الأجهزة